قال لوقا البشير: فيما يسوع يتكلم بهذا، رفعت امرأة من الجمع صوتها وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك وللثديين اللذين رضعتهما. أما يسوع فقال: بل طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويحفظونها. وفيما كان الجموع محتشدين، بدأ يسوع يقول: إن هذا الجيل جيل شرير، إنه يطلب آية ولن يعطى آية إلا آية يونان. فكما كان يونان آية لأهل نينوى، كذلك سيكون ابن الإنسان لهذا الجيل. ملكة الجنوب ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان. رجال نينوى سيقومون في الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بإنذار يونان. وها هنا أعظم من يونان حقا، والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. صباح الخير. اليوم منعيد عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل. تاريخيا هذا العيد بيرجع للقرن الخامس أو السادس الميلادي بالشرق. كانت الكنيسة الشرقية هي تعيد هذا العيد، بعدين انتقل للكنيسة الغربية بالقرن الخامس عشر أو الرابع عشر تقريبا، وبلشت الكنيسة بالشرق وبالغرب يعيدوا هيدا العيد، عيد دخول السيدة العذراء إلى الهيكل. كان عمرها 3 سنين وقدموها أهل يواكيم وحني، قدموها للهيكل. بتعرفوا الهيكل، هيكل سليمان يلي بيحكي عنه مربولوس أو كاتب الرسالة إلى العبرانيين، بيحكي عنه بالتفصيل. في قسم يلي بيجتمعوا فيه الناس، وفي قسم القدس بيسموه القدس، محل ما بيقدموا الذبائح، وفي قسم آخر بيسموه قدس الأقداس. هيدا محجوب عن العالم، ما حدا بيقدر يفوت على هيدا قدس الأقداس إلا رئيس الكهنة الحاخام الكبير، بيدخل فيه مرة واحدة بالسنة بيبخره وبيظهر منه. قدس الأقداس يلي فيه الوصايا العشر وكل الأشياء القيمة يلي موجودة بالعقيدة الإلهية، يعني تابوت العهد و التابوت الموشى بالذهب مثل ما بيسموه، إلى آخره من الأشياء القيمة وإلى قيمتها روحيا واقتصاديا موجود بقدس الأقداس. فنحن حتى الأرشيتكتور اللي بناخدها بالكنيسة تقريبا شبيهة بالهندسي، بالبناء الهندسي يلي مبني، كان مبني عليه هيكل سليمان. فعنا في صحن الكنيسة الموجودين فيه المؤمنين، وبعدين بيجي منطقة هون مفصولة عن صحن الكنيسة، محل ما بيكون فيه الإربان المقدس اللي هو فيه قدس الأقداس. وبعدين صار رمز قدس الأقداس إلى مريم العذراء، لأنه مثل ما قدس الأقداس كان بيحتوي كلام الله يلي هني الوصايا العشر يلي نزلوا على موسى، والدة الإله مريم العذراء أيضا حوت في أحشائها كلمة الله يلي تجسد من أحشائها، فصارت هي رمز للهيكل. فقدموها أهلها لمريم وقت صار عمرها 3 سنين، مثل ما الدرجي العادي عند اليهود، مثل صموئيل كمان قدمته أمه وحني اسمها، قدمته كمان للهيكل. عدة أشخاص بيذكرون العهد القديم قدمون للهيكل، كانوا عندهم النذر أنه إذا ربنا أعطانا صبي أو بنت نقدمه للهيكل. وبالهيكل كمان كان في مبنى خاص في ستات بيخدموا الهيكل مثل ما الراهبات عنا اليوم، كان عندهم برنامج صلوات بيقدموه على طول الأيام، وهني كمان بيضلوا معتنين بالهيكل وبترتيبه. مشان هيك العذراء مريم والدة الإله ربيت بهيدا الجو يلي كله صلوات وتأملات وقراءات من العهد القديم والمزامير وإلى آخره، واستغربت وقت اللي ظهر لها الملاك وقال لها كلام منا سمعته متوجه لأشخاص عاديين. كان الكلام يلي قال إياه مريم الملاك
لمريم السلام عليك يا مريم، أو افرحي يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. هيدا الكلام كان يوجه إلى مدينة أورشليم، افرحي يا أورشليم الرب فيك، الرب في وسطك، يعني بالهيكل. فما كانت معودة أنه هذا الكلام يوجه إلى أشخاص، واستغربت أنه هي شخصيا الملاك عم يوجه لها هذا الكلام، وقالت له أنه شو المناسبة وشو فيه. صار في حوار بينها وبين الملاك، وبتكف تعرفوا كلكم القصة أنه الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله. فقالت له أنه أنا كيف بدي نادرة عفتي، نادرة العفة كلها حتى أقدمها للرب. قال له ما زالك هيك، أنا رح حافظ لك على عفتك وبنفس الوقت رح خلي الكلمة يتجسد منك. فمريم العذراء مشان هيك بنقول دائما نوصفها هي أم وبتول بنفس الوقت، حافظت على بتوليتها وأيضا قدمت جسدها الطاهر لحتى يأخذ منه يسوع طبيعتنا البشرية. فاليوم نعيد لها العيد هيدا، هو عادة عيد نذكر فيه كل المكرسين، رهبان وراهبات وخوارني ومطارني وبطاركة يلي قدموا حياتهم لخدمة الكنيسة. كرمال هيك اليوم رح نقدم القداس على نية هؤلاء المكرسين يلي بيخدموا الكنيسة المقدسة. بتمنى لكم عيد مبارك مليان بالنعم والبركات بشفاعة والدة الإله مريم وجميع القديسين إلى أبد الآبدين. آمين. Thank you.